حظي ما شاء الله في الفيديو ده والله العظيم. عامل فولو بقى لكام واحده وبتعمل لايك فولو لكام واحده؟ انت عامل لايك لدي سنه 92 ليه؟ دي لايك؟ لابسه ليه اللي عامل لها لايك؟ ايه اللي عجبك بقى في الصوره؟ طح. انا عاجبني البني ادمه الجوهر، مش دعوه لابسه ايه يعني. انا بشوف ان اي بنت بتغير اوفر قوي يعني عامه بتبقى في مشكله في السلف كونفيدنس، فمحتاجه تشتغل على السلف كونفيدنس. هتلاقي نفسها مش واثقه في نفسها، بتغير. مش واثقه فيا، مش واثقه في الحياه، بس بحس ان هي مش واثقه في نفسها اكتر ولا واثقه فيا.